من أرض الدوحة على قناة رؤية، بوجه رسالة للأردن: استنوا الكأس بالمطار. البلد تستنى فرحة، واحنا لازم نروح لعمان بفرحة. قلب قطر وبالتحديد الدوحة، من سوق واقفة الجماهير الأردنية موجودة، والهمة والمعنوية عالية. اسمعوا كيف الهمة عالية، المعنوية عالية. جيش اللي دافع عن الحدود وتلاقي مسكن ما موجود، كفاية عالية. كيف شايف مستوى الخصم؟ أنا ما بحكي مستوى الخصم، أنا بحكي عن 11 نجمة في الملعب. إن شاء الله 11 نجمة، 11 وسام، 11 علم أردني بكرة مغروزين في الملعب، راح يفرحوا الأردن، يفرحوا الجماهير والجالية الأردنية الموجودة في الدوحة، والعرب اللي يعني الأردنيين مش موجودين كمان معانا جميع أنحاء المقطورة العربية، راح يكونوا إن شاء الله مبسوطين بالنشامة. و11 نجمة وراية العالم، راية الأردن فوق إن شاء الله. هاي الروح راح تلاقيها على المدرجات بكرة إن شاء الله، زي ما شفتها بمباراة العراق. النشامة أعطونا الروح هاي من المباراة الأولى، أول فوز فزنا 4-0، سقف الطموحات صار يرتفع شوي شوي لغاية ما وصل إنه بدنا نوصل نهائي. أرض الدوحة على قناة رؤية، بوجه رسالة للأردن: استنوا الكأس بالمطار بعون الله تعالى. الكأس راح يروح معنا على المطار بعون الله تعالى. رسالة توجهها للاعبين. يا زلمة الله يسعد مساكم، هذا الجمعة مبارك إن شاء الله على الجميع، نتمناها إن شاء الله بكرة محرقة. الجمهور طلع محلى، أول شيء يقول لقطر، طلع الضيافة، حسن ملاعب الاستقبال، نتمنى بكرة يحرقوا الملعب الشباب. عقليتنا كأردنيين ما بزبط معانا نيجي هان لأجل المشاركة، احنا جايين هانا هدفنا مش مشاركة فقط، احنا جايين نصل للنهائي ونروح اللقب معانا على عمان. أول ما نبدأ قلبي صلى.